كريستينا فيليبس شابة تبلغ من العمر 25 عاماً من ميسيسيبي. فقدت 240 كيلوغراماً من وزنها بعد أن كانت تزن 321 كيلوغراماً، وذلك بعد خضوعها لعملية جراحية. في هذا السياق نصحها الدكتور يونان الذي أجرى لها العملية الجراحية باللجوء إلى أخصائي علم النفس ليساعدها في تخطي المشكلة. الجدير بالذكر أنها كانت تعاني من زيادة الوزن منذ عمر 12 سنة. الشابة لا تزال تعاني من اضطرابات نتيجة فقدانها السريع لوزنها، وهي تخاف من تناول ما يحلو لها خشية زيادة وزنها من جديد.